المسائية من الميادين وفي عناوين ملفيها لهذه الليلة. رسائل الكمائن والصواريخ تضرب الاحتلال، إنجازات نوعية للمقاومة في مرحلة مفصلية من كمين الأسر في جباليا إلى قصف تل أبيب، أي دلالات استراتيجية؟ في قرار حاسم للمقاومة، لا مفاوضات من دون وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية. كيف سقطت رهانات الاحتلال سياسياً وعسكرياً؟ مساء الخير. فوق الأرض وتحتها، في باطنها وأجوائها، للعمليات النوعية بقية بتوقيت وزمان تحددهما صاحبة اليد العليا في الميدان. تل أبيب تحت مرمى صواريخ المقاومة الفلسطينية، هنا ما يعده الاحتلال عاصمة القرارات السياسية والعسكرية. من رفح انطلقت الصواريخ وعلى بعد مئات الأمتار من مكان وجود قوات الاحتلال. هي رفح التي صورها نتنياهو في مسار زرع الأوهام محطة أخيرة قبل اكتمال تحقيق الأهداف. أما الواقع فمسار لم يبدأ، لا بل إن الاحتلال يسير في الاتجاه العكسي. فمن كان يفترض بها من قوات نخبة استعادة الأسرى، التحق بعض أفرادها بهم. قوات نخبة النخبة، فريقا تقتل وفريقا تؤسر، كمين مركب يوجه للاحتلال ضربة مركبة. وفي السياسة إسقاط لكل السردية الإسرائيلية عن إضعاف المقاومة وكشف أنفاقها وقرب نفاد مخزونها، وتأجيج للخلافات بين المستويات السياسية والعسكرية والأمنية في كيان يعيش أزمة بنيوية، وتعميق للهوة بين حكومة توظف الحرب لتأجيل سقوطها وشارع ينادي بصفقة شاملة. في الميدان نقطة تحول مفصلية ما بين رسائل الكمائن والعمليات النوعية والصواريخ من غزة إلى عمق الكيان وإعادة التصنيع العسكري والتأقلم مع الواقع والميدان. المبادرة للمقاومة بالقوة والنار، تقرر مسار المواجهة. وبيقظة تتعامل مع محاولات نتنياهو امتصاص الغضب في الداخل والخارج عبر مراوغات تل أبيب الكلامية تحت عنوان المفاوضات. لا تفاوض من دون وقف لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال. واضحة هي المقاومة بقرارها وخياراتها السياسية، وحازمة هي رسالة الاحتلال راهن على الميدان لخدمة السياسة، فخسر الميدان والسياسة. البداية نرحب بضيوفنا في مسائية الليلة من القدس المحتلة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور محمد هلسة. مساء الخير دكتور محمد. من القاهرة ينضم إلينا الكاتب السياسي الأستاذ عبد الحليم قنديل، أيضا نرحب بك. ومن إسطنبول الخبير في العلاقات الدولية الأستاذ عبد الله عقرباوي، أيضا الترحيب بك موصول أستاذ عقرباوي. ولكن أبدأ معك دكتور محمد من القدس المحتلة. هذا الواقع الميداني من الشمال إلى الجنوب بالرسائل، بهذا التطور الذي يعيدنا بالذاكرة إلى ما قبل 8 أشهر إلى يوم 7 أكتوبر، حينما نتحدث ليس فقط عن قتل وعن جرح جنود إسرائيليين، بل عن أسر بعملية الأسر. واليوم تطلق الصواريخ من رفح، من جنوب القطاع الذي تعرض قبل قليل لمجزرة مروعة بحق الأطفال والنساء. كيف تقرأ هذه الرسائل من الميدان؟ وهل نحن أمام آخر فصول الفشل يمكن القول للإسرائيلي بشقيه السياسي والعسكري؟ مساء الخير ست وفاء لك ولضيفيك الكريمين وللسادة المشاهدين. في الواقع أن ما يجري نقرأه في سياقين. السياق الأول أن في الجانب المادي من هذه المواجهة، هذا نصف لكل المعايير المادية لفلسفة الحرب. والمتوقع أنه بعد 7 أشهر من النار التي تصب على المقاومة في داخل قطاع غزة، ومن النار التي تجري في كمان فلسطين المحتلة، أن تخبو وتيرتها وأن يعني تتم حدتها وأن تتراجع. لكن كما يسعى نتنياهو إلى أن يعيد إنتاج سردية هذه المواجهة وكأنها اليوم الأول، ترد المواجهة بإعادة إنتاج سردية المقاومة وفعل المقاومة وكأنه اليوم الأول من هذه المواجهة. المنحى الآخر الذي نقرأ فيه ما يجري ليس منحا ماديا، إنما منحا نفسيا، أن تنسف فلسفة وسردية المواجهة التي يبني عليها نتنياهو حربه تلك مذ بدأت حتى اللحظة، بالقول بأنه ذاهب إلى الانتصار الساحق، إذا به يسحق وإذا بجيشه يسحق وإذا بمستوطنات
الداخل الفلسطيني المحتل تتعرض للسحق ايضا بصواريخ المقاومه. هذا يسقط هذه الجدران التي حاول نتنياهو بناءها ليحتمي خلفها وليحمي مجتمعه خلفها، لانه قال بانه ذاهب الى استعاده الاسرى فلم يفلح، قال بانه ذاهب الى انهاء حماس كمنظومه تحكم وسيطره والمقاومه ولم يفلح، وقال بانه ذاهب ليدفع حماس بألا تكرر ما فعلته في السابع من منذ السابع من اكتوبر، فاذا بها تفعل كل يوم ما هو اعظم مما فعلته في السابع من اكتوبر. اذا هذا انهيار لفلسفه نتنياهو ومنظومه نتنياهو. السؤال الان، هل على ما سيبقى نتنياهو يتكئ في اطار اشعال هذه النار وقرع طبولها ان كانت كل سرديته تتهاوى امام هذا الفعل، ان كانت السرديه في مستواها المادي وفي مستواها المعنوي تتهاوى امام هذا الفعل وامام هذا الصمود الاسطوري الذي تسطره المقاومه؟ اعتقد بان نتنياهو يعني وصل كما قال كاتب اسرائيلي في صحيفه هارتس بالامس ووصفه بانه يعاني من عقدة لويس الرابع عشر الذي قال أنا الدولة والدولة أنا. لم يبقي في هذه الدولة أي شيء إلا شخصه، ويبقي كل ما يجري محور الفعل العسكري والسياسي وكل شيء هو نتنياهو. لذلك يعني هذه العقدة هي التي تستحكم على الداخل الإسرائيلي مع وجود يمين مجنون يتقاطع في أهدافه مع رغبة نتنياهو في استمرار الحرب. في فلسفة موازين القوى والربح والخسارة، المفترض أن هذه الحرب انتهت والمفترض أنها تنتهي، وهذا ما يقوله العقال خارج المنظومة السياسية الذين يرقبون المشهد من الإسرائيليين خبراء عسكريين وسياسيين. لكن نتنياهو يدير ظهره قبل أن يدير ظهره للهيئات الدولية وللوسطاء وللحليف الاستراتيجي والمسار الدبلوماسي أو السياسي، يدير ظهره بالدرجة الأولى لاعتبارات مصلحة دولته التي من المفترض أنه يعني يفعل ما يفعل لخدمة مصلحتها وأمنها القومي، فإذا بأمنها القومي يتفكك يتصدع، فإذا بردعها يتفكك يتصدع، فإذا بها تعيش عزلة دولية وعزلة داخلية وعزلة في كل مستوى. وهذا فطرة بفعل نتنياهو، وهو يستمر يذهب إلى مسار تكتيكي استعراضي يوهم من خلاله الداخل الإسرائيلي حينما تستعصي عليه قضية الداخل، ويبدأ الداخل يشكل حراك ضاغط ويجري جملة من التحولات في الداخل الإسرائيلي، انتقادات من مستوى سياسي حاضم الحراك، الفيديوهات والتوثيقات التي تبث تضرب في عصب التفويض الداخلي الإسرائيلي، ويذهب أيضا إلى هذا المسار الاستعراضي كما فعل في جولات سابقة، كما فعل في منعطفات سابقة تعرض فيها لضغوطات، ليحاول أيضا امتصاص النقمة التي تتعاقب حوله في المنابر الدولية القضائية والقانونية. يعني حتى في الداخل دكتور محمد هلس، يعني حينما يدعو نتنياهو تحديدا وفريق نتنياهو بالتفاوض، ولكن ما سمعناه قبل قليل بعد اجتماع كابينة الحرب هو مغاير حينما يتحدث عن هذه النية ومدى الجدية، وهذا السؤال الأساسي الذي يطرح، وكذلك الفيديو الذي نشر من قبل ابن نتنياهو يتحدث عنه لبيد هو نوع من خلق فوضى، يعني التمرد على قيادة الجيش الإسرائيلي، وهذا يطرح علامة استفهام ما الذي يريده نتنياهو وأي مصير سيلقاه. ولكن اسمح لي، يمكن موقف نتنياهو وتأثيره على المسار التفاوضي هذا أمر سنناقشه بالمحور الثاني، ولكن أنتقل إليك أستاذ عبد الحليم، لأنه نحن أمام صدمات، مفاجآت، صفعات ميدانية متتالية برسائل كبيرة بدلالات مهمة كما ذكر أستاذ محمد، لأنه تل أبيب اليوم تعود إلى دائرة الاستهداف بعد أسابيع، هذه الصواريخ أيضا تطلق على بعد أمتار من جيش الاحتلال لتصيب هذه المستوطنات. تحديدا تكشف وسائل إعلام إسرائيلية تقول الليلة بأن المؤسسة الأمنية تفاجأت بأن لدى حماس قدرة صواريخ كما كان لديها بالماضي لتقصف منطقة الوسط اليوم. إذا نحن، إذا يمكن القول بالنتائج بالخلاصات، إلى أين نصل؟ إلى انهيار الأسطورة الإسرائيلية؟ وفي سؤال أساسي طرح أستاذ محمد، على ما يتكئ نتنياهو الآن ليستمر بحرب الاستنزاف هذه في ظل هذه الخسارات الكبيرة لأهم ركن، نتحدث عن الجيش الإسرائيلي؟ المؤكد أن أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي قيل أنه لا يقهر قد انتهت، تفككت على مراحل عديدة، وصلت إلى الذروة في صباح السابع من أكتوبر 2023. توارت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وحلت محلها أسطورة المقاومة التي لا تهزم. وخلاصة الحرب ونتائجها، وهي قد شرفت على نهايتها في ظني، ظاهرة
ثم أتت مركزة مكثفة في حوادث الأيام الأخيرة من أحكام المحاكم الدولية، محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية، وصولا إلى ما يجري في الميدان القتالي بطول شمال ووسط وجنوب غزة. قلنا أكثر من مرة وقد تأكد ذلك اليوم أن المقاومة الفلسطينية تخوض حربا غير متناظرة، بمعنى أن نتنياهو وصحبه وجالنت وغيرهم وهليفي يتصورون أنهم يتقدمون من الشمال إلى الجنوب ويطاردون ما ثبت أنه السراب، بينما المقاومة تحتفظ بحرية الحركة وطلاقتها من الجنوب إلى الشمال والعكس بالعكس. دليل على ذلك أنها تقاتل بنفس الحمية والكفاءة وعبقرية فنون القتال في جبلية كما تقاتل في رفح. والحديث عن أهداف الحرب كما قيل كلها سقطت، لم يحقق نتنياهو ولا جيشه واحدا من هذه الأهداف، بل حقق عكسها بالضبط، بمعنى أنه حوادث أو العملية التي جرت في جبلية يوم 18 فبراير الجاري 25 فبراير الجاري هي بالضبط نسخة طبق الأصل مما جرى في صباح السابع من أكتوبر. أسر إضافة لقتل وجرح جنود، والفكرة الأساسية التي تنبه إليها جالنت وزير الحرب متأخرا أننا يمكن أن ندخل إلى غزة، لكن لا أحد يتصور أننا يمكن أن نخرج من غزة بسلام. إذا حرب استنزاف دموية كما قال، لا يستطيع معها جيش الاحتلال الإسرائيلي البقاء في غزة، وهذا نوع من استعادة دروس يفترض أن الكيان الاحتلال الذي صار بلا عقل استوعبها ودرسها من قبل، درسها حين قال إسحاق رابين أتمنى أن أصحو من النوم فأجد غزة غرقت في البحر، ثم حين قرر شارون الذي كان يسمونه ملك إسرائيل الخروج من غزة ومن طرف واحد وتفكيك مستوطنة. غزة هي الجحيم الذي دخله جيش الاحتلال الإسرائيلي. نعم دمر كل شيء وأسال شلالات من الدماء وأحدث زلازل من الدمار، لكن هذا فيما لا يستوعبه هؤلاء يزيد من لهيب المقاومة. كيف؟ كل هؤلاء الشباب الذين شهدوا هذه المجازر طبيعي جدا أن يكونوا زادا متجددا لحركة المقاومة الفلسطينية في غزة، وهذا ما أقرت به الموارد والمصادر الأمريكية حين قالت ما تصورته مفاجأة من أنه عدد مقاتلي حماس يزيد لا ينقص. نعم يسقط هذه حرب، يسقط بعض المقاتلين أو يرتقوا شهداء، لكن مقابل كل مقاتل يستشهد يأتي 10 آخرون، وهذا هو ما لا يستوعبه أي احتلال في التاريخ. كل احتلال في التاريخ يتصور أنه بقوته الباطشة يمكن أن يقهر المقاومة، ناسيا أن سلاح المقاومة في المقابل هو الإنهاك المتصل، وهذا ما فعلته المقاومة الفلسطينية في غزة بالذات بكفاءة غير مسبوقة في مراحل الصدام مع هذا الاحتلال الإسرائيلي، إذ أن هذه الحرب هي أطول وأكثف حرب في تاريخ الصراع مع هذا الكيان. نقطة أخيرة أود أن أسجلها، إنه هذا ليس من قبلنا نوعا من التعاطف الطبيعي والفطري مع المقاومة الفلسطينية ومع حق التحرير الفلسطيني. آخر استطلاع للرأي أجرته صحيفة يدعوت أحرنوت يقول أن 77% من الجمهور الإسرائيلي يقولون أن المقاومة الفلسطينية كسبت الحرب وأن إسرائيل خسرت الحرب، في مقابل 20% فقط يقولون أن إسرائيل انتصرت. صحيح. قضي الأمر. يعني وهذه المواقف
ترتفع وتيرتها بشكل كبير وتتسع رقعتها أستاذ عبد الحليم، حينما نسمع يعني من مواقف من أساس وتشكيلة المنظومة الأمنية العسكرية، رؤساء للموساد يتحدثون عن انتصار حماس وعدم القدرة على قضاء حماس بعد 8 أشهر من هذه الحرب. وهنا أتوجه إليك أستاذ عبد الله عقرباوي، هذا الزخم لهذه الإنجازات الميدانية النوعية للمقاومة كيف ستنعكس على تعميق أزمة الجانب الإسرائيلي في تحديدا بشرق رفح، تقليص لعدد قوات الاحتلال وألوية النخبة؟ إلى أين يسير اليوم القرار، صناع القرار داخل إسرائيل في ظل هذه الأثمان الباهظة التي يدفعونها؟ إلى أين ستأخذنا مسارات وسيناريوهات الحرب الإسرائيلية في الفترة المقبلة على غزة؟ مساء الخير لك ولضيوفك الكرام والمستمعين والمشاهدين. حقيقة السيناريوهات الحرب، نحن أنا باعتقادي يعني ربما قد أختلف مع الأستاذ عبد الحليم، أننا ما زلنا في بداية حرب طويلة جدا. هذه الحرب الطويلة يعني مسارها الأساسي هو ضد كيان الاحتلال، لأن الأداء المقاوم اليوم في غزة يعمق الأزمة أمام نتنياهو التي تحاصره عدة أزمات. نتنياهو اليوم يقف في وسط جزيرة من الأزمات، الفشل الميداني في غزة، وأداء المقاومة الذي يعني أحرجه بشكل كبير، وهو أداء ينتمي لقيادة لديها القدرة على إدراك تطورات العدو المقابلة سواء السياسية والميدانية وتوجيه ضربات بناء على هذه القراءة. هناك أزمة داخلية حادة تم شرحها والحديث عنها بشكل موسع، هناك تآكل لشرعية الكيان على المستوى الدولي، وهذا موضوع في غاية الأهمية. نحن أمام في صدد مجموعة من التطورات حيال الموقف من الكيان لم تكن قبل 7 أكتوبر أن نتخيلها حتى. إذا هذا الكيان أو هذه الأداء اليوم في الميدان يضعنا أمام مشهد أننا سنواجه حرب طويلة، هذه بدايتها. هناك الجانب باعتقادي هو الأكثر أهمية في مقابل الأيام، أن هناك العديد من الجبهات، الجبهة في جنوب لبنان وجبهة البحر الأحمر والمقاومة الإسلامية في العراق وسوريا وربما مفاجآت أخرى في المنطقة لا نعلم، كل هذه ما زالت لم تقل إلا النذر اليسير من كلمتها. وهذه إذا ما دخلنا في حرب استنزاف طويلة، أنا باعتقادي الكيان لا يستطيع أن يقاوم هذا النوع من الحروب، هو لا يستطيع اليوم أن يحسم معركة يراد لها أن تكون عدة أشهر، ويراد لها أن تنحصر في غزة، ويراد لها أن تقضي على حماس، ويراد لها أن تهجر الشعب الفلسطيني، وكل هذا كما شرح الزملاء كلها يعني صفر كبير وفشل كبير. الآن كيف سيكون الوضع أمام سيناريو حرب استنزاف طويلة في المنطقة؟ كل الجبهات تأخذ نوعا من الحرب الذي يؤثر على الجبهة الداخلية. أنا باعتقادي الجبهة الأضعف والنقطة والحلقة الأضعف في كل الجبهات هي الجبهة الداخلية لهذا الكيان التي تتآكل اليوم وتتعرض لأزمة سياسية خانقة وكبيرة وتأخذ منحة على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري، وهذه الأزمة لها امتداد أو لها عمق ايديولوجي وعرقي ومناطقي، وهذه الحرب ستعمق هذه الأزمة. وإذا ما فتحت جبهات أخرى واستطاعت هذه الجبهات أن تصل إلى عمق هذه الجبهة والتأثير عليها، نحن أمام حرب استنزاف لا يستطيع لا نتنياهو ولا جيش الاحتلال ولا كل الطبقة السياسية والأمنية والعسكرية في الاحتلال أن يديروا تداعيات هذه الحرب على الجبهة الداخلية. واضح أننا يعني القرار الذي أخذته المقاومة في يوم 7 أكتوبر قد نظر إلى هذه الأزمة الداخلية، وهذا باعتراف للجميع أن من أخذ قرار 7 أكتوبر قد انتظر لحظة أن تصل الأزمة الداخلية إلى مستويات متقدمة وضرب ضربة 7 أكتوبر، فدخلت دولة الاحتلال في هذه الحرب التي كما قلت يعني ما زالت في المرحلة الأولى منها. وإذا ما تعمقت هذه الحرب وأخذت شكل الاستنزاف
ستزداد الضغوط على الجبهة الداخلية، سيزداد الانقسام السياسي. هل تسمح لي أستاذ عبد الله، لأنه هنا القرار قرار الحرب فقط لهذا اليمين داخل كابينة الحرب وقرار نتنياهو، أم نحن نتحدث عن إجماع داخل إسرائيل؟ لأنه قبل قليل يعني مثلا رئيس الموساد الأسبق تامير باردو يقول إذا كان ثمن تحرير الأسرى هو وقف الحرب كما يقول السنوار فنعم يجب وقف الحرب. أيضا ألوية بالمؤسسة العسكرية يتحدثون ليس هنالك ما يوجد اسمه القضاء على حماس. هذه المطالبات بالداخل الإسرائيلي يمكن القول بات هنالك عدم إجماع على استمرارية الحرب، وهذا يدفعنا إلى قرار مجبر عليه نتنياهو لوقفها أم ماذا؟ في بداية الحرب كان العديد من المحللين والمراقبين يقول أن هناك حالة من الإطباق الداخلي الإسرائيلي والإجماع على الحرب وفي روح انتقامية، وقد يكون هذا صحيح. اليوم بعد هذه الأشهر المشهد مختلف تماما، لا يوجد حالة إجماع ولا على سطر أو جملة سياسية واحدة داخل إسرائيل. هناك اختلاف على أولوية وقف إطلاق النار أو أولوية الإفراج عن الأسرى، هناك خلاف حول اجتياح رفح ومدى وحجمه، هناك خلاف حول العلاقة مع أمريكا، هناك خلاف حول موضوع التجنيد، هناك خلاف حول التعامل مع الجبهة في جنوب لبنان، هناك خلاف حول التعامل مع المواجهة مع إيران، هناك خلاف على كل هذه النقاط. أنا باعتقادي نتنياهو يقوده التعنت وتقوده الحلف القوي مع اليمين المتطرف، وأنا باعتقادي أن هذا الحلف رغم أنه يزداد عمقا إلا أنه يزيد إسرائيل عمقا في أزمتها، لأن هناك سيكون تعنت من عند اليمين والذي يقوده نتنياهو وحلفاء المتطرفون، وسيكون هناك أيضا تعنت عند القوى الأخرى المناهضة لهذا المعسكر، وسنشهد استقالات من مجلس الحرب وسنشهد استقالات من الحكومة وسنشهد اليوم يعني الإعلام الإسرائيلي اليوم مشغول في حال في فيديو التمرد الذي يعني انتشر من جندي يحاول أن يقدم رسائل دعم لنتنياهو. ولبيد يقول هذا ليس من باب الصدفة، هذا بنشر صحيح. رسائل ويدعو إلى فوضى من قبل نتنياهو. هذه ليست صدفة بلا شك، أن هذه الأصوات سواء من الجنود أو من المتطرفين اليمين هذه كلها بإدارة نتنياهو، ومن يتابع الشارع الإسرائيلي يعلم أن هذه من إدارة نتنياهو. ولكن أنا باعتقادي هذه الألعاب التي يقوم بها نتنياهو ستوقع في شرك وستوقع الاحتلال في شرك، وسيكون هذا أكبر إنجاز لطوفان الأقصى والسابع من أكتوبر وكل أداء المقاومة الذي لحق ذلك، أن الأزمة الداخلية الإسرائيلية ستصل إلى مواصيل يعني غير مسبوقة ولن يكون هناك خط رجعة، وسنكون أمام مشهد صعب يعني يواجه هذا الاحتلال. وهنا تأتي عمليات المقاومة أستاذ عبد الله لتصب الزيت على نار هذه الخلافات، وهذا صحيح. معطى أساسي اليوم، يعني هذه العمليات هذه الإنجازات النوعية الميدانية على المسار السياسي المسار التفاوضي، وهذا ما سنناقشه بالمحور الثاني. أدعوكم للبقاء معنا ونتوجه بهذا العرض للتفصيل تحديدا حول هذه الإنجازات وحول ما جرى في الساعات الماضية. للمرة الأولى نتحدث منذ 4 أشهر تل أبيب تحت مرمى صواريخ المقاومة مجددا، وهي ضربة لم تكن بحسبان قادة الاحتلال من سياسيين وعسكريين، مطر من نار أنزلته المقاومة على ما يعتبره المستوطنون قلب إسرائيل الحيوي، حيث جوشدان كبرى مستوطنات الكيان، وسفارات الإنذار سمع دويها مرات عدة في جميع مدن وسط الأراضي المحتلة. 12 صاروخا أطلقتهم كتائب القسام من رفح في الجنوب، ومن مسافة لا تزيد عن كيلومتر واحد عن انتشار قوات الاحتلال. هذه الصلية الصاروخية جاءت ثقيلة برسائلها على قادة الاحتلال، وأهمها أن المقاومة ما تزال تملك المبادرة العسكرية بالتكتيك والاستراتيجية على طول جغرافيا قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب. تطور نوعي يأتي بعد ساعات على كمين جباليا المركب وأعلان أبو عبيدة أن كتائب القسام استدرجت قوة إسرائيلية إلى أحد الأنفاق وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح وأسير. أسر جنود جدد للاحتلال في اليوم 233 من العدوان يؤكد أن المقاومة انتقلت إلى استراتيجية قتال جديدة جعلت يدها هي العليا عبر قرار ضرب جنود الاحتلال وآلياته وتثبيت جبهات مقابل كل انتشار للغزاة. هي استراتيجية قتال أكدت أن الأشهر الثمانية لم تكن سوى عداد لفشل الاحتلال وتخبطه، بل إنها أسقطت كل أوهامه ورواياته عن شمال القطاع.
هذه التطورات قد ترغم قادة الاحتلال العسكريين أولا على مراجعة حساباتهم كي لا تكون رفح مغامرة عسكرية تأخذ مصير الجنود إلى المجهول وتبدد أي حلم بتسجيل انتصار. ولكن هل يقدم نتنياهو على قرار بهجوم ولو على قاعدة المربعات؟ ولماذا الإعلان عن تقليص عديد الجنود في شرق رفح وخروج قوات لواء جفعات من المدينة؟ وقائع تزيد اتساع مروحة المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين والخبراء الاستراتيجيين والأكاديميين الذين يروون أن مزاعم نتنياهو ومن معه عن النصر تعني إما أنهم هم يعيشون انفصالا عن الواقع أو إما يبيعون أوهاما لجمهورهم. إذن دكتور محمد أنتقل إليك وأستألف معك الحوار من مروحة هذه المواقف الكبيرة. اليوم سمعنا ليس فقط المعارضين يعني كلابيد بل أيضا سمعنا موقف مهم لرئيس الوزراء السابق أولمرت ودعوة إلى وقف هذه الحرب. واليوم إذا أخذنا هذه المعطيات الميدانية كيف أشعلت وأججت الخلافات أكثر وأكثر؟ بالأمس كان هنالك مظاهرات شعبية كبيرة عمت مدن تحديدا تل أبيب وحيفا. هل من هذا المنطلق أتت دعوة نتنياهو بالعودة إلى التفاوض علما أنه قبل قليل بعد يعني من مكتب نتنياهو يتم إصدار موقف معين يقول بأنه رئيس حركة حماس يحيى السنوار أصر على المطالبة بإنهاء الحرب علما بأنه أعطى تفويضا واسعا لفريق التفاوض مرات عديدة. وهذا يأخذنا بالمعطى الميداني، كيف يضاف اليوم إلى المفاوضات وهل نحن أمام مناورة جديدة بالنسبة لنتنياهو؟ نعم، أولا لنتحدث عن الكوابع حتى نفهم كيف تؤثر مشهدية المواجهة وما تفعله المقاومة وما تسطره الداخل الإسرائيلي. لو ذهبنا إلى المشهد الدولي لقلنا بأنه لا تعويل على المنابر الدولية القضائية والقانونية اليوم، وقد أدارت إسرائيل ظهرها لها وقرعتها وأخرجت من جواريرها تهما جاهزة وصمتها بالإرهاب والمعادات السامية، وهي تشعر بنهاية المطاف بأن أو نتنياهو كحاكم رأس النظام السياسي يشعر بأن لديه المساحة ليمضي دون أن يلتفت لمثل هذه المنابر والمواقف، خاصة بأن لديه الولايات المتحدة على افتراض مثلا أن قرار المحكمة العدل الدولية ستأخذه بعض الأطراف إلى مجلس الأمن لإسباغ صفة الإلزام عليه، ستستخدم الولايات المتحدة في نقض الفيتو. إذا لا تعويل على الموقف الدولي لا في المنابر القانونية والقضائية ولا حتى في موقف الحليف الاستراتيجي الولايات المتحدة الذي لا يمارس ضغطا على نتنياهو، انما مواقفه هي امتدادات لمواقف نتنياهو. الكابح الداخلي هو الكابح الاهم الان، هو الاهم في يعني وعي نتنياهو والذي يأخذه نتنياهو بالاعتبار، والذي كما قلنا حتى النقضه ما زال يرى بانه قادر على التاقلم مع الاحتجاجات وعلى الانتقادات الداخليه، الذي تفعله اليوم المقاومه من خلال ما تسطره وهذه التوثيقات التي تنشرها سواء الفيديوهات التي عن الصواريخ التي تدخل العمق الفلسطيني او توثيق القصر والعمليات في جباليا وغيرها، حاول ان تزيد الشرخ على نتنياهو، ان تعاظم من حجم المسافه القائمه اليوم ما بين مواقف التيارات المختلفه او النخب المختلفه ونتنياهو. انا لا اتفق مع الموقف الذي يقول بانه لا اجماع في اسرائيل، هنالك اجماع مطلق في اسرائيل على ذبحنا، ولا صوت في داخل المجتمع الإسرائيلي يتحرك بسبب تضاعة ما يجري أو بسبب وقف الضمير تجاه ما يجري. الاختلاف في الآليات، آليات الذبح، الأولويات، ترتيب الأولويات، هل نقدم قضية الأسرى على الحرب أم أن الحرب هي أولوية مقدمة؟ اليمين لديه سردية تقول بأن قضية الأسرى ليست أولوية وأمن إسرائيل القومي مقدم وليسقط هؤلاء. ضد الإسرائيليين نتيجة قضية عقيدة فداء الأسرى وتاريخ إسرائيل الطويل الذي خضعت فيه صفقات تبادل الأسرى وأثرها في صفقة شريط وقدمت مقابل جندي إسرائيل 1927 أسير، تقول بأنه لدينا تاريخ في هذا الأمر فلنذهب إلى صفقة ومن ثم لنعاود يعني دخول رفح وذبح الفلسطينيين. ايضا المساله الاخرى المهمه الاسنان، هذه الحرب هي الحرب الاطول التي تخوضها اسرائيل، وقلنا مرارا وتكرارا بان اسرائيل اعتادت حربا خاطفه قصيره سريعه في ارض العدو ذات كثافه نيران عاليه، هذه حرب طويله ذات كثافه نيران منخفضه تكلف المجتمع الاسرائيلي الاسنان التي يدفعها داخل اسرائيل. مره اخرى نعود الى ما تفعله المقاومه، تعاظم الثمن، ليس فقط تعاظم الشرخ القائم في المواقف السياسيه انما تعاظم الاسنان.
حينما يتحمل المستوطن الإسرائيلي ثمنا أكبر اقتصادي اجتماعي نفسي، بالتالي سيضغط أكثر، ستتحطم، سيحدث تصدعات في جدران التصويت الذي ذات يمنحه أو الذي عنده استعداد لاستمرار منحه لهذا القيادة السياسية، وهذا ما يضيق الخناق على نتنياهو. ولنعود إلى نتنياهو في هذه المشهدية. نتنياهو مع قراءته لكل التناقض الذي يجري، هو يذهب إلى صفقة الآن يحركه اعتباران. الاعتبار الأول أنه صاد مواجهة برية عسكرية في الذي يراه المعقل الأخير للمقاومة في الحصن الأخير، وضغط وفق فلسفته عسكريا عليها، وهو قادر على العودة إلى طاولة المفاوضات ليعيد تطويع المقاومة وشروطها، إعادة صياغة الشروط، ورقة المواقف التي وافقت عليها المقاومة. وقد قالت المقاومة بالمناسبة أنه لا معنى للحديث الآن عن المفاوضات، إحنا وافقنا على ورقة على نتنياهو أن يعلن موافقته عليها، وبالتالي سندخل إلى مفاوضات جدية، دون ذلك كل الذي يجري هو مراوغة وسراب، ونحن لسنا على استعداد إلى الدخول في مسار يعني من الإيهام وشراء الوقت من قبل نتنياهو وحكومته. العامل الآخر الذي يدفع نتنياهو إلى الدخول إلى هذا المسار، بالإضافة إلى اعتقاده بأن لديه متغيرات في موازين القوى تدفع إلى العودة، هو العامل الداخلي والتحولات التي تجري في إطار نظامه السياسي، والتي أيضا هي انعكاس للمواجهة في الميدان. هذا الاحتجاج الخجول الذي يجري من جالانت وجانس وآيزنكوت، هذا الاحتجاج المتعاضل من نقب تجهر برفع صوتها، مهم جدا. لكن المعضلة اليوم، ولنكن واقعيين أيضا، يعني نتنياهو يستثمر في هذا، في هذه الانتقادات الخجولة، يستثمر في أن يعني يسمح لنفسه بأن يحصل على مساحة ليس عن الاستمرار المناورة. نذكر بالاحتجاجات القضائية التي سبقت 7 أكتوبر، نزل هؤلاء الذين ينظرون اليوم من خلف الشاشات مثل آيزنكوت وجانس وجالانت ولبيس في المعارضة، شدوا هذا الحراك. اليوم الحراك الذي يجري بلا رأس، لو أن هؤلاء يخطون خطوة إلى الأمام بمعنى نتيجة الأثمان المدفوعة، بالتالي سيكون هنالك موقف مختلف لنتنياهو. هؤلاء أيضا ينظرون بعين المصلحة الحزبية والشخصية، كل منهم يخوض معركته الانتخابية وفق رؤيته وبطريقته الخاصة، ويعلمون أن الحرب لا محالة ستذهب إلى نهايتها، وسيذهب المجتمع الإسرائيلي إلى الانتخابات. لذلك المادة الدعائية لهؤلاء هي تشدد المواقف تجاه القضية، يعني ليس هنالك من رؤية واضحة، بل هي مشتتة. يعني حتى هذه اللحظة بهذه الدعوة التي حتى الآن نحن نقول وصفات كلامية من قبل نتنياهو وفريقه، لأن سموتريتش أيضا ملفت بما قاله لإذاعة الجيش الإسرائيلي أستاذ عبد الحليم، يقول بأنه إرسال طواقم المفاوضات مجددا هو خطأ، وهو لا يفهم يعني المعارضين أو أمثال غانتس وآيزنكوت وجالنت الذين يضغطون على رئيس الحكومة، وكأننا نحن المذنبون بعدم وجود المخطوفين ببيوتهم. بهذه يعني هذه المواقف اليوم المتضعضعة المتباينة بالداخل الإسرائيلي ما بين المنظومة الأمنية التي تبحث اليوم عن حل لإنهاء هذه الحرب، وهذا أمر ملفت بالمنظومة الأمنية والعسكرية، والآن الدعوة من قبل نتنياهو إلى التفاوض، علما أنه الجانب الفلسطيني نحن أمام موقف متقدم، قرار حاسم له لا مفاوضات من دون وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية. هذا يأخذنا فعليا، ما هو المتوقع في هذه الأيام المقبلة للمسار التفاوضي؟ ما الذي تمتلكه المقاومة اليوم من أوراق قوة تعتمد عليها؟ وما الذي تغير حتى ذهب نتنياهو إلى هذا الخيار؟ فقط لامتصاص هذا الغضب؟ ورقة المقاومة الرئيسية هي الانتصارات في الميدان القتالي، خاصة جولات القتال من المسافة صفر. هذه هي الورقة الأساسية، هذا هو المتغير الأساسي. لا أحد يشكك بالطبع في أن كل عناصر التكوين الإسرائيلي يريدون القضاء على الفلسطينيين، كل الفلسطينيين وربما كل العرب، هذا لا جدال فيه. لكن السؤال الكبير المطروح الآن، خلال 8 شهور، نحو 8 شهور، هل حققوا شيئا من ذلك؟ هل حققوا أي هدف من أهداف هذه الحرب؟ إذا أضفنا الأهداف الثلاثة، لو القضاء على حماس، تعالة الأسرى أحياء، إقامة حكم عميل في غزة، هدف التهجير الشامل للفلسطينيين خارج أراضيهم، لم يحققوا شيئا. وظهر كما قلنا أنه ما أكده 7 أكتوبر من ذروة نهاية أسطورة زائفة اسمها الجيش الذي لا يقهر، وتقدم حقيقة المقاومة التي لا تهزم،
أنا أعتقد أن هذا سوف يكون له توابعه الأكيد. صحيح أن الحرب الجولة الحالية ليست الحرب الأخيرة، لكن ببساطة ما جرى يوم 7 أكتوبر وما تلاه هو بروفة يمكن للعميان أن يروا من خلالها كيف يمكن أن توضع نهاية لهذا الكيان الفاشي ولعمود الفقري اللي هو جيش ما يسمونه جيش الدفاع الإسرائيلي التحالف الأول. هذا هو التطور الأساسي. كيف يمكن أن تنتهي هذه الجولة؟ لا نغفل بالطبع عن معجزات حقيقية تحققت في حسم الرأي العام الغربي وفي تقدم الرواية الفلسطينية لتصارع الرواية الصهيونية في عقر دارها الغربي. لا ننسى ولا نقلل من شأن هذا التحول ولا التحول القضائي في المحاكم الدولية، لكن كلها تراكمية الطابع في صراع ممتد لعقود بطبيعته، وأتصور أنه سيمتد لعقدين آخرين. الجزئية الجوهرية، ما هي صورة نهاية هذه الحرب؟ حاول نتنياهو وصحبه أن يضع صورة نهاية هذه الحرب اسمها القضاء على حماس. أنا أتصور بالمقابل أن نهاية هذه الحرب مرتبطة بشرط جوهري هو القضاء على نتنياهو. هذا يبدو ممكنا أكثر في مقابل استحالة تحقيق هدف القضاء على حماس. إذا تصورنا، وهل هذا هو الخيار الأمريكي القضاء على نتنياهو أستاذ؟ ليس خيارا أمريكي. عبد الحليم، أمريكا ببساطة كما قلنا أكثر من مرة، هناك حكومة إسرائيل في واشنطن وحكومة إسرائيل في تل أبيب. حكومة إسرائيل في واشنطن بعد كل ما قدمته وبعد المشاركة المباشرة في حرب الإبادة الجماعية بغزة تدرك أن اللعبة انتهت، وأنه يجب البحث عن نهايات أخرى ذات طابع سياسي أو التفافي أو استعانة ببعض حلفاء أو تابعي أمريكا العرب. أما نتنياهو الذي يبدو رأسا ناشفا فستكسر في هذه المواجهة. حتى لو افترضنا جدلا النهاية من النوع التالي، أنه جرت مفاوضات وجرى الاتفاق على المراحل الثلاثة بأي صيغة إذا تصورنا ذلك، السؤال هذا الزمن الذي تستغرقه حتى الهدنة الموقوتة، ماذا سيجري وراء التل؟ ماذا سيجري في الداخل الإسرائيلي؟ تصوري أنه سيعجل بنهايات، وأولها نهاية نتنياهو، لأن الفوضى والاضطراب، الهزيمة كما هو معروف، الهزيمة يتيمة تبحث عن أب، نصر له 1000 أب، فالهزيمة تفكك. فهنا هذا هو التطور الجوهري. بالنسبة للمفاوضات، يسعى نتنياهو طبعا في تقديري لمفاوضات ما لحبل إنقاذ يمكن أن يلتقطوا من خلال إعادة التفاوض، لكن أظن أن موقف المقاومة ظاهر جدا. حماس وأخواتها سبق لهم أن وافقوا على صيغة 6 مايو التي عرفت إعلاميا باسم المقترح المصري، وقضي الأمر، وهم على حق حين يقولون لن نتفاوض من جديد. هناك اتفاق جرى التوصل إليه، إن وافقتم عليه فسنوافق. وتتفهم ذلك مصر، الوسيط المصري الذي لديه اليوم موقف مختلف، ويعني بالاجتماعات باريس كان غائبا عن هذه الاجتماعات، ولديه يعني موقف واضح اليوم، نرفض السيطرة على معبر رفح. هذا ما عبر عنه وزير الخارجية سامح شكري. طبعا، لأنه ببساطة شديدة من يراقب الدعاية الغربية الإسرائيلية يرى تكاثف الهجوم على مصر في CNN وغيرها ورواياتها عن إدخال المصريين وبعض كادر جهاز المخابرات العامة المشارك في المفاوضات للهدنة المستدامة التي تساوي وقف إطلاق النار وغيرها. وبالجملة نحن نعرف ما يصدر عن هذا الكيان من اتهامات لمصر حتى بإمدادات سلاح إلى حماس. كل هذا لا يبدو مفهوما ولا مصدقا عليه من قبل الجهات المصرية، لكن الجهات المصرية الرسمية على الأقل تصر عن وعي بحدود الأمن القومي المصري بألا يجري شيء في غزة إلا بالتفاهم والتوافق متزايد الأثر مع حركات المقاومة الفلسطينية. من هنا محاولة إبعاد مصر عن طاولة التفاوض على نحو ما جرى في باريس كانت ظاهرة جدا، لكن بالمقابل اضطر الرئيس الأمريكي بايدن أن يتحدث مع يهاتف الرئيس السيسي، عبد الفتاح السيسي، ويطلب منه المشاركة في عقد التفاوض. نعم. سقف أو الحد الأدنى للتفاوض من قبل مصر
هو الحد الأدنى للتفاوض من قبل حماس وأخواتها في هذه اللحظة. وهنا أريد أن أستمزج رأي أستاذ عبد الله عقرباوي، ولكن اسمحوا لي أن أذهب إلى هذا العرض وأعود إليك أستاذ عبد الله بهذه النقطة وهذه الجزئية ومحددات اليوم المقاومة الفلسطينية للانخراط بهذا المسار التفاوضي والأوراق التي تمتلكها. إذن تتوالى وتتنوع، يمكن الحديث عنها بالصفعات التي يتلقاها كيان الاحتلال داخليا وخارجيا، لا يكاد يستوعب صدمة حتى تأتي أشد منها، ولا سيما في الميدان ما يفاقم مأزق الداخل ويراكم المزيد من خلافات القيادة السياسية، وبهرب نتنياهو إلى الأمام بترويج نيته العودة إلى المفاوضات التي عرقلها مرارا بتعنته ومناوراته. عبر موقع ولا انتقد رئيس شعبة العمليات السابق إسرائيل زيف التخبط الإسرائيلي على مستوى القيادة السياسية وقراراتها الميدانية وعلى كافة الجبهات قائلا: نحن ننزف في الشمال ومن الناحية السياسية ننهار ولا ننجح في استعادة الأسرى، مضيفا أن رفح خدعة وهي ستكلفنا كثيرا. الضياع الإسرائيلي يأتي على وقع توسيع جبهات الإسناد من عملياتها فضلا عن المقاومة الفلسطينية، ولا سيما إثر كمين جباليا، أي أن المقاومة عززت أوراقها التفاوضية وبالتالي ثبات موقفها وإصرارها على وقف أعمال القتل والمجازر اليومية. موضوع تجنيد مقاتلين جدد في الميدان، هذه كل عوامل قوة للمقاومة الفلسطينية وعوامل ضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وما زالت تستخدم فواعلها بالضغط على الاحتلال لإجبار موضوع المفاوضات والاستجابة لشروط المقاومة الفلسطينية أخيرا. وهذا أصبح واضح أن هناك بتقديري قرار، وأيضا هذا من خلال مصادر داخل المقاومة الفلسطينية، قرار لدى قيادة المقاومة الفلسطينية بأنه لا تفاوض ولا الذهاب إلى المفاوضات قبل وقف إطلاق النار وقبل الانسحاب من قطاع غزة. الشارع الإسرائيلي يريد انتخابات مبكرة تنهي حقبة نتنياهو. الانقسام العمودي تجدد على وقع الحديث عن عودة المفاوضات. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين سياسيين أن الجهاز الأمني جاهز لوقف الحرب على غزة لرغبة عارمة بإطلاق الأسرى. نحن من الخطأ إرسال وفد تفاوضي جديد. أنا لا أفهم ضغط جانتس وأيزنكوت وجالانت على رئيس الحكومة، كأنه ذنبنا أن المختطفين لم يعودوا حتى الآن. أستاذ عقرباوي، بالرؤيتين، رؤية الإسرائيلية في نوع من الضياع من التشتت حتى على موقف واحد بهذه العودة إلى المفاوضات، ونحن أمام رفع للسقف بالنسبة للمقاومة الفلسطينية بأنها لا تحتاج المفاوضات إلا بتحقيق المطلب الأساسي وهو وقف العدوان وانسحاب يعني الجيش الإسرائيلي وقوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. بين هذين الرؤيتين نحن، ما الذي سنشهده في الأيام المقبلة بهذا المسار؟ ومن القادر على فرض رؤيته؟ أنا باعتقادي يعني بات واضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية إدارة بايدن تريد المفاوضات من أجل غايات أخرى لا تتعلق لا بوقف إطلاق النار ولا بإطلاق سراح الأسرى، وأن يعني نتنياهو يستجيب للمبادرات هنا وهناك إما بناء على الضغوط أو بناء على أن هناك أزمة داخلية. هو دخل إلى اجتماع مجلس الحرب مؤخرا فوجد أن هناك حالة من الإجماع على ضرورة أن يتم تقديم مبادرة جديدة للمفاوضات، وهو استجاب لضغط أمريكي ولحاجة أمريكية متعلقة بإدارة بايدن. الآن الموقف المستقر للمقاومة منذ أشهر بالمناسبة، وليس منذ 6 مايو أو 14 آذار، في كل المبادرات هناك 4 مطالب بقت معروفة ومحفوظة لدى الجميع: وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش وعودة النازحين وإعادة الإعمار وضمان إعادة الإعمار. كل هذا أصبح يعني هذا الاستقرار في موقف المقاومة وضع الجميع أمام استحقاقاته. يعني الآن الحاجة لفتح مفاوضات جديدة لم يعد مبررا. الآن الولايات المتحدة الأمريكية ومعها إسرائيل حاولت أن تلعب على وتر التشتيت جهود الوسطاء والضغط على مصر، ويعني الخروج من حالة أن هناك وسيطين يمكن العمل معهما وحصر الوساطة بطرف آخر دون الآخر والضغط على مصر من أجل أن تفرغ هذا الضغط على المقاومة. إلا أن أنا باعتقادي أن الموقف المصري في هذه الحالة بالتحديد هو موقف جيد، بأن الموقف الضاغط عليها لم ينعكس ضغطا على غزة ولا على المقاومة، وإنما بالعكس كان الموقف المصري باتجاه من مارس هذا الضغط ووضع الحقائق أمامها. هناك اتفاق شاهده الجميع،
شاهده ويليام بيرنز واطلع عليه الاحتلال واطلع عليه الوسطاء، وافقت عليه حماس، رفضته حكومة الاحتلال، وإدارة بايدن كالعادة تغطي هذا الرفض وتريد أن تدخلنا في مسار جديد من المفاوضات من أجل المفاوضات، أو مفاوضات من أجل غايات أخرى غير متعلقة بالمفاوضات. أنا باعتقادي موقف المستقر للمقاومة سيضع الجميع أمام استحقاقاته، وسيصر على أن تلبى مطالب المقاومة، وباعتقادي سيكون هناك شك كبير في أن تدخل المقاومة في جولة جديدة من المفاوضات بناء على مقترحات جديدة وتعديلات جديدة وبين قوسين بروسيس جديد لا يفضي إلى ما توصلنا إليه في 6 مايو أو ما قبل ذلك. أنا باعتقادي أن هذه لعبة أمريكية إسرائيلية تستخدم من أجل مواصلة الجرائم في رفح وفي جباليا وفي كل مكان. هذه يعني سيكون من الصعب على المقاومة أن تدخل في حالة من المفاوضات. طب أستاذ عبد الله، ما الذي دفع نتنياهو الذي هو عطل هذا المسار مرارا وتكرارا بعد سيما بعد موافقة حركة حماس على المقترح، ليأتي اليوم يدعو إلى هذا التفاوض، علم المقاومة بأنها قالت لم يعني تتسلم أي دعوة للتفاوض، وحتى لم يسلم أي ورقة للوسطاء لتسليمها إلى الجانب الفلسطيني؟ لماذا نتنياهو الآن حتى قبل الواقع الميداني، حتى قبل العمليات النوعية أو العملية في جباليا واليوم بما نشهده تحديدا برفح وإطلاق الصواريخ على تل أبيب؟ أنا باعتقادي هذا يؤكد ما ذهبنا إليه. هو ذهب إلى مجلس الحرب فوجد أن من يقود معهم الحرب كلهم يعملوا عند أمريكا، يعملوا عند إدارة بايدن، فوجد أن جانتس وجالنت وإيزنكوت وحتى دريمر وحتى من يقف في صفه قال له يجب أن نراعي موقف الأمريكان في أن نفتح جولة جديدة من المفاوضات، وبدأ الحديث مع يعني بدأ الحديث ذاتيا بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين دولة الاحتلال. لا يوجد حديث يعني جاد مع الوسطاء ولا يوجد حديث مع المقاومة. هذا يؤكد ما ذهبنا إليه، هو موافقة مرتبطة بلا شيء، مرتبطة فقط في أن يستطيع أن يقف رموز الإدارة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية ويقول أننا ما زلنا نقود جهود وقف إطلاق النار، وما زلنا نقود جهود لإدخال المساعدات. هناك جمل سياسية يحتاجها رموز الإدارة الأمريكية من أجل الانتخابات الأمريكية ومن أجل شرعية الولايات المتحدة الأمريكية في العالم التي باتت في حالة من الحرج الشديد. اليوم إسرائيل في قفص الاتهام وعلى أمريكا أن تأخذ قرار في مجلس الأمن، وهذا القرار مرتبط في رفح، فماذا ستفعل الإدارة الأمريكية؟ هي في حالة حرج شديد، تريد أن تقول أن هناك مفاوضات. فنتنياهو يعلم أن هذه المفاوضات خرقاء لن تحدث شيء، وهو لا يريد وقف إطلاق النار ولا يريد وقف هذه الحرب، ويريد مراعاة هؤلاء الذين يجلسون معه في مجلس الحرب ويراعوا مصالح أمريكا أكثر مما يراعوا مصالح الكيان. وهو أيضا بما أنه يعلم أن هذه المفاوضات لن تصل إلى شيء، فيعني يحاول أن يستوعب الموقف الأمريكي ويقدم للأمريكان مثل هكذا موافقة مقابل الغطاء الذي يعطوه إياه لارتكاب المجازر في رفح التي كان آخرها قبل دقائق أكثر من 30 شهيد. هذه هي المعادلة، اقبل بأن نقول أن هناك مفاوضات وأن هناك إدخال مساعدات ونحن نغطي لك جرائمك في رفح وفي قطاع غزة. بالمقابل في يقظة من قبل المقاومة الفلسطينية بالتعاطي مع هذا المسار، ومن هنا تشترح هذا الموقف. دكتور محمد هلس، أريد منك أن أفهم أكثر الآن حقيقة ما يعبر عنه الأمريكي بأنه في نوع من التقدم بهذا المسار التفاوضي. أين تقف محددات اليوم الأمريكي بهذا المسار، وما هي الرغبة الحقيقية له؟ الأمريكي يعبر عن تمنياته في أن تفضي هذه المفاوضات ربما إلى صفقات تحرره من ملف غزة وورقة غزة وتسقطها عن جدول الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسبب الأثمان التي تتحملها الولايات المتحدة داخليا وخارجيا. هذه هي رغبة الولايات المتحدة، لكن الرغبات والتمنيات شيء والواقع شيء آخر. يعني كل الناس مرارا وتكرارا بأن السلوك الأمريكي هو ارتداد لنزوات نتنياهو ومغامراته وليس العكس، ولا في محطة من هذه المحطات منذ بدأت هذه المواجهة حتى اللحظة حدث أن كان السلوك الإسرائيلي يعبر عن رغبة أمريكية أو تمني أمريكي. تثبت المواقف الإسرائيلية وتثبت الرغبات الأمريكية تباعا تحت صخرة تمنع نتنياهو ويمينه ورغبته في استمرار هذه الحرب. وبالمناسبة الأمريكي ليس في وارد ولا في حسابات الإسرائيلي بالمطلق حبل الود المتين
الأمريكي الإسرائيلي باق مع معارضة أمريكية، مع جدل أمريكي، مع زعل أمريكي، مع تمني أمريكي، هذا قائم. والإدارة الأمريكية عودتنا وربما وصلتنا إلى قناعة مطلقة بأن يعني حتى لو احترقت أمريكا بقدها وقديدها كما يقال، هي ثابتة على موقفها من إسرائيل، ولا أدل على ذلك من أن سرعان ما تتبدل المواقف الأمريكية وأثرها في قضية يعني توقيع المقاومة على ورقة التي قدمت لها إليها وطلع عليها الأمريكي وصدق عليها الأمريكي، ثم مباشرة ينقلب الأمريكي ليقول وزير خارجية الولايات المتحدة بأنه إذا أسقطت ألقت حماس سلاحها وأخرجت عن أسرة ستنتهي هذه الحرب. مواقف يمينية أكثر من بعض القيادات الإسرائيلية التي تدير هذه الحرب، التي تقول بأنه لابد من أن نبني على ورقة المقاومة. الآن ما الذي يريد نتنياهو؟ نتنياهو يريد حربا بلا سقف، بلا نهاية، وربما حتى بعد رفح يتشرح ويختلق ولن يعدم الذرائع بإيجاد مبرر آخر باستمرار النار. الآن إذا أتيحت لنتنياهو فرصة في منعطف ما للحصول على ورقة الأسرى التي تعفيه من نقطة ضعفه بشروطه، فلا مشكلة لديه. المعضلة الآن أن المقاومة لا توفر له هذا الصيد السهل إنجاز التعبير، بمعنى أن تعطيه الورقة الأقوى التي لديها، التي يعني تعتبر رصيد استراتيجي الآن، تسلمه إياها وتفهم بأنه يعني هذه المعضلة خبرته حتى في الجولات الماضية، يعني حتى بوقف إطلاق النار أو حتى ما يتم التداول بمصطلح التهدئة المستمرة إسرائيليا التي هي تحمل الكثير من المعاني، وتابعناها مرات عديدة بكيفية التفسيرات التي يأخذها الإسرائيلي أو الأمريكي بالمسار التفاوضي. للأسف انتهى وقت المسائية. دكتور محمد هلسة، شكرا جزيلا لك، الخبير في شؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس المحتلة. الشكر موصول لك أستاذ عبد الحليم قنديل الكاتب السياسي، كنت معنا من القاهرة. وشكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله عقرباوي الخبير في العلاقات الدولية، كنت معنا مباشرة من إسطنبول. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا الأكارم على طيب المتابعة. هذه المسائية انتهت، في أمان الله.